بسم الله الرحمن الرحيم. شركة المحيط للسياحة في آسيا، نحن في فندق ماندرين أورينتال في كوالالمبور. نصور غرفة من نوع ديلاكس على المدينة، هذه للطلة على المدينة، وتعتبر أقل نوع من الغرف. غرفة من نوع ديلاكس على المدينة، هذه الطالة على الغرفة تطل على المدينة. غرفة من نوع ديلاكس على المدينة في فندق ماندرين أورينتال في كوالالمبور. تصوير شركة المحيط للسياحة في آسيا. فندق الماندرين، غرفة من نوع ديلاكس، تصوير شركة المحيط للسياحة في آسيا. هنا يوجد الشطاف، وهنا المصلة باث. هذه الغرفة من زاوية أخرى، غرفة من نوع ديلاكس، تصوير شركة المحيط للسياحة في